ونقول ان العقوبات ليست على مستوى الحدث. يعني انا بستغرب على الناس اللي بتحاول تقلل من قيمة وقدر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب. ليه؟ النهاردة تخيلوا لما الناس تقف مكتوفة الأيدي يقولوا الناس ساكتة ليه؟ وأين الدولة؟ ولما الناس تتحرك ضد التجاوزات الناس تقول قرارات ايه دي، ايه سنتين ونشكك ومين اللي هينفذ هذه القرارات ومحدش هيقدر ينفذ حاجة وهيعملوا له ايه ومش هيعملوا له ايه والكلام اللي ملوش لازمة ده. هي حرب جديدة من نوعها على اللجنة الأولمبية، حرب التشكيك في القرارات. وده انا اخترته النهارده عشان اتكلم فيه بشكل مفصل مع حضراتكم. مفيش حاجه في الدنيا تخلينا نشكك في لجنه اولمبيه نزيهه. اولا اللجنه الاولمبيه وهي تاخذ قراراتها الانضباطيه ضد رئيس نادي الزمالك لكي تجعل المشهد اكثر احتراما ورياضيا بشكل موقر وشكل محترم، هي تحقق في اولمبيات الشباب ارقاما قياسيه لم تحقق لمصر عبر التاريخ. ويمكن اهم رقم هو اول ميدالية برونزية تحقق لفريق جماعي وهو فريق كرة القدم الصالة. ويمكن احنا عاملين حاجة مهمة جدا الاسبوع ده، وهنكرم المحترم المهندس هشام حطب ولجنته الاولمبية بنرتب لده ولكل ابطالنا، لان في ناس كتيره بعتت للبرنامج. انا عارف ان حضراتكم منتظرين مننا الكثير، ولكن لن ننسى ابطالنا الذين حققوا الميداليات تلو الاخرى، وسنكرمهم في ليله ان شاء الله باذن الله مهمه جدا سنحددها مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه. المهندس هشام حطب هو صاحب الفرح، ولما اتكلم فانا شاهد عيان كيف استطاعت اللجنه الاولمبيه من ان لا يكون لها دور بالمره من اول ما اشتغلت في الاعلام سنه 89 وانا بتعامل مع اللجنه الاولمبيه انها كملت عدد، خلينا اكون صادق معاكم، لكن اللجنه الاولمبيه مع اللجنه الثلاثيه وقبل قانون الرياضه خططت واستطاعت انها تبرز دورها بشكل ايجابي. والاتحادات الرياضية وانا كنت بتكلم مع اصدقائي جعلت من نفسها كيان تحت مظلة اللجنة الاولمبية. يعني هذا الرجل هشام حطب فعل شيئا تاريخيا للرياضة المصرية، انه خلى كل اتحاد مسؤول عن ذاته. وانا بكتب من زمان وبغطي اخبار الاتحادات واللجنة الاولمبية كنت اطالب ان يكون هناك فكر، ان يكون هناك رؤية، أن يكون هناك مردود، أن يكون هناك تصور، أن يكون هناك حساب، أن يكون هناك جزاء لمن أنجز وعقاب لمن أخفق. هشام حطب مع لجنته الأولمبية صنعوا لنا هذا جملة واحدة، حزمة واحدة، تصور واحد، خططوا من خلال قانون رياضة جديد أنقذ الرياضة المصرية. انعزلت الاتحادات الرياضية وقدمت أفكارها ومردودها بشكل قوي، جمعية عمومية قوية جدا للجنة الأولمبية، مجلس إدارة لجنة أولمبية راقي ومحترم من رموز وأسامي رنانة. فما تستعجلوش العمل، لأنهم هم قالوا ما تستعجلوش العمل، ولكن جرى رد فعلهم من خلال الأولمبيات. النهاردة من إمتى كنا بنشوف اتحادات تحقق الميداليات دي؟ من إمتى كنا بنشوف ناس بتحقق الانتصارات دي؟ من إمتى كنا بنشوف ونقعد نعد حلقات وحلقات؟ فالنهاردة لازم نعلي من قيمة اللجنة الأولمبية. من يريد أن يخفض صوت اللجنة الأولمبية ويهون من قيمتها وقدرها فاشل، ويريد أن يدمر الرياضة المصرية. اللجنة الأولمبية على صوتها ولن يخفو ثانية، وإنجازاتها تتحدث عن نفسها.